وفور انتهاء مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية النظيفة، طالب مسؤول النادي الأهلي بضرورة إجراء كشف للمنشطات في مباراة النهائي رغم وجود اتفاقية بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بإجراء كشف المنشطات على لاعب الأندية منذ الدور الثاني في الموسم المنتهي. وللتعليق على الخبر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. بدايه، هو هل يحق للنادي الاهلي ان يطلب هذا الطلب من النادي الاخر النادي المصري؟ لا، بصي، هو من حق اي نادي، من حق اي رياضي طبعا ان هو يطمئن على ان المنافس له او الخصم له يكون نظيف زيه تماما، ولكن احنا كمنظمه دوليه اللي هي المسؤوله عن مكافحه المنشطات داخل الدوله، واخد بال حضرتك، احنا بنقوم بواجبنا من غير ما حد بيطلب مننا كده. وانت حضرتك كنت بتقولي ان في اتفاقيه بيننا وبين اتحاد الكوره، هو الحقيقه كون ان اتحاد الكوره موقع بالاتفاقيه الدوليه وعلى الكود الدولي، بالتالي اصبح ان هو ملتزم بالكود الدولي، والكود الدولي بيقول لنا ان احنا بناخد عينات في اي وقت وبدون شروط وبدون اختار مسبق. وده فعلا اللي تم مع الكوره السنه دي من اول الموسم، مش من الدور الثاني. بل بالعكس، دي اول مره في تاريخ الكوره المصريه ان احنا بناخد من القسم الثاني في الكوره، ودي يمكن ما حصلتش قبل كده. ولو المهندس هاني بريده الحقيقه مشكورا قرر ان هو هيساهم معانا في ميزانيه المنظمه المصريه بجزء من تكاليف تحليل العينات من خلال الموسم 17 18. تحليل العينات بيكلفنا كتير قوي، يعني يمكن العينه بتوصل لحوالي 7500 جنيه مصري، بتتولى دفعها بالكامل من وزاره الشباب والرياضه. طيب دكتور، هي كم عينه مبدئيا بيتم فحصها؟ بيتم فحص 4 عينات من كل مباراه، ما عدا النهائي بيبقى 3 و3 بالإضافة إلى الكارت الأحمر. طب في حالة ظهور أي سلبيات في أي عينة من العينات، ما الخطة كيف يتم التعامل معها؟ في حالة ظهور أي عينة إيجابية بيتم عقاب اللاعب، إذا كانت واحدة إذا كانت 2، أما لو كانوا 3 عينات في الحالة دي إحنا بننقل النتيجة من الفريق ألف إلى الفريق ب مباشرة دون الرجوع إليه، لأن القانون الدولي بيقول لنا عينة واحدة يبقى اللاعب إيجابي فيها بيتم عقابه هو شخصيا، ولو ما تأثرش على النتيجة في أي لعبة مش في كرة القدم فقط، يعني الألعاب الجماعية كلها. دكتور أسامة، الكثير من الرياضيين لا يعرفون كيف يتم إجراء كشف المنشطات، وأحيانا حتى الرياضيين نفسهم لا يعلمون كيف يتم إجراء هذه العينات. ما أعتقدش إن الكلام ده يعني في شيء من الصحة، لسبب لأن الرياضيين المصريين أغلبهم تعرض لكشف منشطات سواء داخل مصر أو خارج مصر. لاعبي كرة القدم المصريين أغلبهم في البطولات الأفريقية بيتعرضوا للكشف عن المنشطات. لاعبي الألعاب الفردية أغلبهم شارك في بطولات دولية أو بطولات أفريقية وتم سحب عينات منشطات. إحنا كنادي مصري يعني السنة اللي فاتت إحنا سحبين 1221 عينة. السنة دي إحنا سحبنا من أول الموسم، من أول 1 يناير لحد اللحظة اللي إحنا فيها دي 750 عينة. إذا معنى كده أغلب الرياضيين كلهم عارفين. غير إن إحنا بننزل نروح للاتحادات ونبلغ الاتحادات بصفة دورية بآخر التطورات. آخرها إن إحنا بعتنا لهم الأسبوع اللي قبل اللي فات وقلنا لكل الاتحادات المصرية إن كان في لقاء بيننا وبين الوكالة الدولية 13 يوليو اللي فات، وطلبت مننا إن إحنا ناخد عينات منشطات من الرياضيين في بيوتهم. ده بره برنامج وير اباوت اللي هو أين أنا. إذا النهاردة أي لاعب معرض إن إحنا نخبط عليه في البيت ونروح ناخد منه عينة طبقا للكود الدولي الجديد. واخد بال حضرتك؟ فمفيش لاعب عندنا بعيد عن سحب عينات المنشطات او معرفته بيها او ايه هي انواع المواد المحظوره، واحنا باستمرار بنبعت تعليمات لكل الاتحادات المصريه. طب هل من الممكن ان يقع اللاعب مثلا تحت طائله تعاطي المنشطات دون حصوله عليها بطريقه مباشره زي تناول وجبات جاهزه او مكملات غذائيه او اي ادويه خاصه؟ اكيد اكيد كلام حضرتك صحيح. والحكايه طب كيف يتم الفصل بينهم؟ ما فيش فصل فيه، لان انا عندي حاجه اسمها ستريكت لايبيلتي برنسبل او مبدا الصرامه في الكود الدولي. اللاعب مسؤول عن كل ما يدخل جوفه من اكل وشرب ومواد غذائيه او مكملات غذائيه او ادويه. يعني على سبيل المثال النهارده لاعب راح اخذ مكمل غذائي وليكن اسمه بروتين او واي بروتين او كل المكملات الغذائيه دي احنا بعتنا للاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه المصريه قلنا لهم اوقفوا سيل المكملات الغذائيه لانها بتبقى ملوثه بهرمون التستوستيرون. اللاعب ما خدش تستوستيرون، هو خد مكمل غذائي ولكنه ملوث. يتم عقاب اللاعب كما لو كان تعاطى تستوستيرون وعقوبته 4 سنوات ايقاف. لاعب النهارده زي ما حضرتك بتشيري الى موضوع اللحمه، كان عندنا 3 رياضيين تناولوا لحوم كانت ملوثه بهرمون الريكتوبامين،
تم ايقاف اللاعيبه رضوى 4 سنين، وبعدها كان في محمد عبد المحسن وبعديها محمود. طيب انا سؤالي حاليا عن اللاعب محمد عبد المحسن، فعلا لاعب فريق الكره الطائره بنادي الزمالك، تم ايقافه لمده 4 مواسم من قبل اللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات قبل ان يعلن ناديه رفع الايقاف. كيف تم ايقاف اللاعب ولماذا تم رفع الايقاف عنه؟ الوكاله الدوليه لا توقع عقوبه على اي رياضي في العالم. اللي بيوقع العقوبه هي المنظمه الوطنيه داخل الدوله. تمام. اللي بيرفع الايقاف هي المنظمه الوطنيه داخل الدوله. وكل الكلام طب لماذا تم رفع الايقاف عنه؟ حضرتك تاني سؤال؟ لماذا تم رفع الايقاف عنه؟ لان تم تقديم ورق، واخد بال حضرتك، لان النهارده الهرمون ده احنا كنا بنافع على ده الدوله عشان تقول لنا هل اللحوم اللي جايه من الخارج بيتم هرمانتها بهرمون الاستوبامين ولا ما بيتمش هرمانتها؟ لما ابتدينا نحصل على بعض الورق والحقيقه تدخل شخصيا المهندس خالد عبد العزيز والسيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وابتدينا ان احنا نحصل على ورق من وزاره الزراعه ومن هيئه الطب البيطري بحيث ان احنا نعرف ان اللحوم اللي جايه من الخارج بيتم وضع بعض الهرمونات زي الاستوبامين فيها، وبالتالي تم رفع الايقاف عن اللاعب واكتفت اللجنه الاستئناف المصريه ب8 شهور مش ب4 سنوات. احنا هنرفع الامر ده بعد كده للوكاله الدوليه للنظر في هذا الامر، وهنبعت كل المستندات اللي هي بتسندنا بحيث ان احنا ما نقدرش يبقى في مشكله ثانيه للاعب بعد كده. دكتور اسامه، في بعض الرياضيين المحوا بعدم وجود حمايه من اللجنه المصريه لمكافحه المنشطات وعدم الوقوف بجانبهم في ازمتهم، وهو ما حدث مؤخرا مع اللاعب محمد عبد المحسن لاعب الزمالك. ردك ايه على التصريحات؟ مين اللي خفض العقوبه للاعب محمد عبد المحسن ووقف جنبه للنهايه؟ حضرتك لا النادي ولا الاتحاد ولا اللاعب يقدر يتحكم في هذا الموضوع، الكل الكلام كله بيتم داخل اللجنه المصريه، احنا عندنا في حاجه اسمها لجنه العقوبات بيرقصها احد الاخوه الحاصل على الدكتوراه في القانون الدولي، ولجنه الاستئناف بيرقصها مستشار، وفي النهايه بيطلعوا القرارات، لجنه العقوبات بتطلع القرار بتاعها وتخطر بيه اللاعب، واللاعب من حقه انه يقدم استئناف، مستشار هيئه الاستئناف بيطلع القرار بتاعه، ولو كان قرار الاستئناف ما هواش يعني بيحظى برضا وقبول اللاعب من حقه ان هو يستأنف مره ثانيه امام اللجنه او امام المحكمه الرياضيه الدوليه. اخر سؤال لي دكتور اسامه، ما هو برنامج اللجنه للموسم الجديد؟ عادي تسحب عينات منشطات من كل الرياضات المصريه، بس اخر خبر انا ممكن اديه لك انت، بالنسبه لك انت بتبقى ده يعني انا بعتبره صفقه تحت حضرتك، ان احنا هنبدا نسحب عينات دم، ودي اول مره في تاريخ الرياضه المصريه، هيتم بعد بكره يمكن او بعد ان شاء الله، وهيتم ارسالها الى المعمل الدولي في برشلونه، وبعد كده هتبقى دي بدايه الخطوه الاولانيه ان احنا هناخد عينات الدم دي ونبعتها الى المعمل المصري كبدايه في خطوات الاعتماد بتاعته. والحقيقه انا بشكر السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس خالد عبد العزيز لانهم ساعدونا جدا في عمليه ان عينه الدم ما تقعدش في قاره البضائع اكثر من 12 ساعه. طيب ليه تسافر بره لعينات الدم؟ لان احنا لسه ما اعتمدناش المعمل المصري. بدايه خطواته ان احنا نبدا نحلل عينات دم داخل المعمل المصري، فاحنا هنسحب الاول دم من هنا نوديه الخارج عشان نبين حسن النوايا بالنسبه للتعامل مع الجمارك المصريه. هل يعتبر ذلك استجابه يعني لطلب النادي الاهلي؟ ملهاش علاقه تماما باي حاجه. ده شغل المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. التوقيت يا دكتور اسامه. لا 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 لا، هو التوقيت لان احنا كنا منتظرين يوم 14 يوليو عوده معمل برشلونه من الاجازه، لانه بياخد اجازته من 30 يوليو الى 14 اغسطس. فاحنا كنا منتظرين لغايه 14 اغسطس او 15 اغسطس نسحب العينات ونبعت. كان قبل كده ما نقدرش نبعتها لانها ما كانتش حد هناك هيستقبل العينات دي في معمل برشلونه، وبالتالي كان هيحصل ان هي هتبوظ. فاحنا كنا منتظرين ان المعمل يفتح، بس هي صدفه ان ماتش النهائي كاس مصر بين فرقتين يوم 15 اغسطس، واخد بال حضرتك، اللي هو اليوم اللي احنا هنسحب فيه او اليوم اللي بعده غالبا، ونبعت بعد كده على برشلونه، ملهاش علاقه تماما يعني. دكتور اسامه غنيم المدير التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، اشكرك شكرا جزيلا اولا على تصريحك وعلى وجودك معانا على شاشه اون لايف.